عباس قل لي ما الذي أبكاك؟ أبكيت أم حاولت أن تتباكى؟ قل لي إذا حقا بكيت بحرقة أبكيت جدك أم بكيت أخاك؟ وإذا تصنعت البكاء فلأجل من؟ هل كنت مضطرا له يا ذاك؟ أسألت نفسك حينها عن غزة هل قصفها وحصارها آذاك؟ أذكرت حتى سال دمعك جاريا صبرا وشتيلا وما أدراك؟ أم زار طيف الدرة المقتول في وقت الضحى فاغرورقت عيناك؟ أم دير ياسين انبرت فاستمطرت دمعات عينك؟ أم جنين أتاك؟ أم أنه الأقصى ذكرت حريقه فتوقدت نار الأسى بجواك؟ أم أن آلاف الأسارى حركوا فيك الحمية فانقهرت لذاك؟ أم أنه ماذا أقول مفسرا لبكاك؟ والله لا هذا ولا ذاك الذي أبكاك يا هذا وهز عراك، لكن بكيت ولي نعمتك الذي رباك وامتدت إليه يداك، وسكبت كفك لا دموعك حسرة حزنا لأن اليتم قد وافاك. قلنا لقد مات الوفاء فكنت من أحياه يا ميتا فلا حياك. إن الكلاب على الوفاء مجبولة ولقد وفيت فبئس من رباك، ولقد وفيت فبئس من رباك.